تستلقي عنابة فوق طبيعة جذابة ومنتزهات عذراء، وتعتبر عاصمة القطب السياحي بالشمال الشرقي للجزائر. تترامى شواطئ عنابة في شكل متجانس. شطيبي إحدى مناطق التوسع السياحي، تسحرك طبيعتها بتضاريسها المتجانسة وتدعوك للغوص في أعماق الجمال. مدينة عنابة تتوفر على 5 مناطق توسع سياحي، ألا هي منطقة توسع سياحي كورنيش عنابة اللي رانا فيها حاليا، ومنطقة توسع سياحي سرايدي واد بقرات، ومنطقتي بشطيبي، ومنطقة سيدي سالم. إذن تتربع على حوالي 2500 هكتار يعني. ومن بين هذه 5 مناطق التوسع السياحي هناك منطقتين، ألا وهي منطقة التوسع السياحي واد بقرات ومنطقة التوسع السياحي شطيبي الخليج الغربي، اللتان تتوفرا على مخطط التهيئة السياحية. يداعب الموج حبات الرمل بشاطئ الرمال الذهبية في منظر جميل متكامل، يسافر بالخيال إلى عالم التأمل والإلهام. وللباحثين عن الهدوء والجمال، الخليج الغربي طبيعة متناغمة ووجهة مستحبة لعشاق الصيد على ضفافه. حاليا نحن في إطار دراسة إنجاز المخطط التهيئة السياحية لولاية عنابة، اللي راح يكون بمثابة السياسة التي راح ننمي بها السياحة على مستوى ولاية عنابة، وهذا راح يكون إيجابي من خلال واش؟ لأنه ما يخفاكمش أنه ساحل ولاية عنابة امتد على حوالي 80 كيلومتر، فحاليا احنا استفدنا في إطار البرامج الخماسي الأول والثاني من حوالي ربع دراسات لتهيئة الشاطئ بكامله. تأخذنا عنابة في حضن طبيعتها المغرية إلى شاطئ الردمة، أحد الأقطاب السياحية العذراء، حيث تتعالى مرتفعاتها لتصنع وزرقة البحر تحفا تسبي العقول بتقاسيمها. ترتسم بملامح الجمال، وهي من أبهى المناطق السياحية وأزهرها. تتربع سرايدي على عرش التألق، تسحر ناظريها بتباين تضاريسها وألوانها. تحتضن سرايدي شاطئ جنان الباي، حيث لا يسع للكلم وصف بهاء المكان. هذه المؤهلات السياحية الهامة جعلت عنابة تستفيد من عديد المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ في إطار برنامج التوسع السياحي. السياحة راح تكون من القطاعات المساهمة في يد العاملة، المساهمة في التنمية المحلية، المساهمة من خلال خلق هذه الخريطة السياحية على المستوى الوطني بصفة عامة، وعلى المستوى الجزائري، على المستوى بليتو المحلي ولاية عنابة بصفة خاصة، من خلال لي شيما داميناجمون توريستيك. وباعتبارها قطبا سياحيا بامتياز، فهي تتوافر على مؤسسات فندقية تسهر على راحة الزبون وتقديم خدمات ذو جودة عالية. عنابة تتربع على 41 فندق، واللي يوفر لنا حوالي 4300 سرير، ويعني ليس يعني تلبي جوده راقيه يعني، اذا صح التعبير، واذا حاولنا يعني من هذا 4000 سرير، يا ربي يا ربي حوالي 1000 سرير يعني اللي تلبي لي نورم انترناسيونال. عده مشاريع سياحيه على مستوى ولايه عنابه، اذا عندنا حوالي 18 مشروع سياحي
اللي راهم كي مسجلين يعني خواص على مستوى ولاية عنبة، يضيف لهم يعني مشروع إنجاز فندق شيراتون اللي هو يعتبر راح يكون إن شاء الله صرح من الصروح السياحية لولاية عنبة، لأن سي بور ديفلوبي أن تيب دو توريزم، ألا هو يعني لتطوير نوع من السياحات وهي سياحة الأعمال، لأنه ما يخفاكمش أنه عنبة مش غير قطب سياحي، هي كذلك قطب صناعي يعني بامتياز. وتولي عنابة أهمية كبيرة للاستثمار السياحي من خلال فتح المجال أمام المستثمرين وتأطيرهم من خلال دورات تكوينية بالخارج لتطوير مستوى الخدمات والرقي بها وفق المعايير المعمول بها عالميا. لكن باللي المستثمرين هم مستثمرين جزائريين، يعني سكي نوزا انكوراجي باسكو سي دي جارجينيان اللي راحوا شافوا تنقلوا للخارج وجابوا ان سافوار فار بور لياريزي دي بروجي اون الجيري بثقافه جزائريه وب يعني اذا صح التعبير بماده خام جزائريه. هي مؤهلة طبيعية هامة جعلت عنابة في مقدمة المناطق ذات الجذب السياحي الواسع.